بنرحب بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، ولسه متواصلين معكم في الاستوديو التحليل لمباراة الأهلي والجونة الودية، واللي شهدت سيطرة ميدانية من النادي الأهلي في الشوط الأول وتقدم مقنع بهدفين للا شيء أحرزهما وليد سليمان وياسر إبراهيم من كرة ثابتة. شوف الأجوال مع بعض. الجول الأول وليد سليمان في بداية المباراة، وكرة ثابتة ركلة ركنية من علي معلول، واحرز الهدف براسه ياسر ابراهيم. ضيوفي الكرام، رحب بكم مره اخرى كابتن علاء ميهوب. شفت ازاي اداء النادي الاهلي في الشوط الاولاني؟ يعني كانت النادي الاهلي بالظبط بدا حوالي ربع ساعه ممتازه جدا، عامل ضغط كويس قوي، ضغط هجوم على الجونه، احرز هدف مبكر وليد. كنا لسه بنتكلم على وليد في الاستوديو ان هو من هدافين النادي الاهلي. بعد ربع ساعة يعني بقى الشوط رايح جاي، الجونة بدأ تحس ان هو اتخلى شوية عن الحتة الدفاعية، بدأ يهاجم. كانت في كورتين خطر جدا على الشناوي، وفي كرة عرضية كمان، وفي كرة انقذها الشناوي من احمد ياسر. الشكل العام في الجونة كان اعتقد فضل على الشكل الهجومي ده لحد نهاية الشوط، لكن المساحات كانت موجودة في الشوط الأول. يمكن حصل تغييرة كده في آخر ربع ساعة، كان رمضان جه شمال ووليد راح يمين وأجاي جه في النص تاني، هي دي التغيير اللي حصلت. بس بعدين الهدف التاني علي معلول ضربة ركنية لعبها ارتقى لها ياسر، وده مميز جدا فيها طبعا، عملها دماغه حلو قوي. طبعا ده تفاهم سيء جدا بين المساك وحارس المرمى. طبعا ما فيش حتى كلام، يعني المفروض لو حارس المرمى هيطلع على الأقل يتكلم من بدري ان هو اللي شايف. يعني برضو دايما الواحد بيعذر المساك ان هو مش هو بيجري بظهره فمش شايف، لكن ده هو اللي شايف اللعبه كلها هنا، يعني ده المفروض يعني فاهمني. لكن هو الاثنين ما فيش تفاهم خالص ومش شايفين بعض وما اتكلمش. هدف سهل جدا لوليد سليمان، وكانت بدايه اعتقد بدايه ممتازه للنادي الاهلي. وزي ما بقول لك يا ايمن، بدا ربع ساعه ثلث ساعه النادي الاهلي مستحوذ وفي فرص كتير قوي ضايعه، رمضان ضيع واحده انفراد تام. بعد كده بقول لك الجونه دخل في المباراه، وكان في خطوره شويه على دفاع النادي الاهلي وعلى الشناوي. بعد كده الضربه ركنيه اترفعت، ارتقى ليها زي ما بقول لك انا ياسر، عملها بدماغه حلو قوي ومميز جدا 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 في العاب الهوا ياسر. 2-0 اعتقد نتيجه منطقيه أول الشوط الاول. لكن اللي عجبني في الجونه ان هو بعد الهدف بقى في ضغط هجومي شويه على النادي الاهلي، ودي الاستفاده على فكره. المباراه ما بتتكلمش على انك تفوز وانك يبقى انت الاحسن، لا، ليه ما تجربش انك هتضغط يبقى شكلك عامل ازاي، حته الارتداد الدفاعي هيبقى ازاي. اعتقد مستر فايلر والجهاز اللي معاه بيشوف كل الكلام ده ايمن، يعني ازاي الكره بتقطع في نص الملعب، الهجمه المرتده بتاعتها هي دي اللي بقول لك عليها. رمضان كان لازم التصرف احسن من كده من بدري شويه، يعني هو الحركه اللي عملها برجليه دي برضو ضيقت المسافه عليه شويه، لكن اعتقد 2-0 نتيجه مريحه. كابتن عادل مصطفى، الكابتن علاء ميهوب اتكلم عن السيطره الميدانيه للنادي الاهلي، ولكن في نفس الوقت برغم السيطره الميدانيه للنادي الاهلي طوال الشوط الاول الا انها اتاحت بعض الفرص لفريق الجونه للانفراد بمرمى الشناوي، ويمكن في جولين او ثلاثه ضاعوا من فرقه الجونه الشوط الاولاني. هي الفرص اللي جت لفرقه الجونه من اخطاء مش حاجات منظمه، يعني مش خط مضروب. يعني لو شفت اول كوره بتاعت احمد ياسر هتلاقيها كوره ثابته وكان في خروج شويه، في تاخير، كان شويه في تاخير من هاني اعتقد، فتلعبت في ظهر الديفنس فاحمد ياسر راح عمل انفراد. وفي كوره ثانيه برده اللي كان فيها تصويبه اعتقد برده من اسلام محارب، كان فيها ميس باس من السوليه جوه ال 18، كان اعتقد كان عايز يرقص كان بادي واتقطعت وراحت لاحمد حمدي، عمل برده مراوغه وصلحها على ال 18. اعتقد هم دول الكورتين اللي كانوا مؤثرين قوي، ودي واحده كمان شوطه هتلاقيهم كلهم اخطاء او كور مقطوعه في نص ملعبنا، ودي برده نقطه مهمه جدا ان الحاجات مش هجمات منظمه من الجول، لا مش هجمات منظمه، كلها حاجات اخطاء. وده وارد دلوقتي، وارد ان انت لسه في ماتش، في مباراه وديه. في نقطه برضو تانية لازم نحط بالنا نحطها في اعتبارنا كويس جدا، ان ابعاد الملعب مش زي ما تلعب على استاد القاهره او بتلعب حاجه، او ملعب التمرين. فده برضو خد بالك، برضو اللعيب مهما كان ملعب التمرين بيلعب عليه كتير ماتشات وديه، مش زي ما يكون بيلعب مباراه مختلفه. ففي حته هتديك حته وهميه شويه،
مش هقول يعني هي مباراه وديه وهيبقى فيها مجهود مبذول وكل حاجه، ولكن ناقصها شويه لو هي لو في ملعب يعني زي مباراه الرسميه في الدوري، اعتقد هتبقى امور مختلفه شويه. ابعاد الملعب هتبقى اوسع شويه، المساحات لو تلاحظ ان رمضان وجونيور مش عارفين يستغلوا ان مفيش مساحات كبيره، المساحات صغيره. اللي متالق نجم اللقاء الاول انا بالترتيب انا شايف وليد الشوط الاول، يعني وليد ان وليد عنده كم خبرات عالي جدا، بيعرف يشتغل في المساحات الصغيره كويس جدا، فباين ان هو كويس قوي بيعرف يستغل. وليد اكتر لعيب دخل ال 18 في الشوط الاول، اكتر دخل اكتر من مروان، سجل بكوره هو فكر فيها كويس وتوقعها، وكوره تانية وكورتين تاني جول وجول 18 اتصرف فيهم، واحده جت كورنر واحده تانية عملها اشتغل فيها مع جونيور. ف الملعب يعني الابعاد بتاعته شويه هتديك حاجات يعني نسب خاطئه، ولكن النادي الاهلي بيأدي بشكل كويس جدا، محتاجين بس نقلل الاخطاء. الاخطاء دي مع في ملعب اكتر في ملعب كبيرة. اوسع وفرق ليفل اعلى اعتقد هتكلفك كتير. يعني كابتن محمد يوسف، احنا شفنا في بدايه المباراه التغييرات في بعض مراكز اللاعبين، فشفنا مثلا رمضان بادئ من ناحيه اليمين، ودي مش عدلته اللي احنا متعودين منه عليها، أثرت بعض الشيء على رمضان من الناحية الفنية والأداء الفني بتاعه؟ شوية شوية، لأنه رمضان بيفضل يبقى موجود في الجنب الشمال، فطبعا لما بدأ في الجنب اليمين ما كانش العدلة بتاعته اللي بيرتاح عليها، لأن رمضان بيخش على الداخل فبيبقى على عدلة رجله اليمين. النقطة الثانية كمان هو بعده أساسا عن المباراة، يعني دايما راجع من إصابة، فعادة أنت لما بيبقى لعيب راجع من إصابة وبقاله فترة بتحطه بقى في مكانه الأصلي عشان بيبقى هو ده أسهل أنه يعود من خلاله بسرعة. لكن شفنا بعد مرور حوالي نص ساعة رمضان جه في الشمال ووليد راح في اليمين وجونيور، فهو الثلاثه بيقدروا يلعبوا الثلاث مراكز. خلي بالك وليد بيلعب في الاطراف وبيلعب 10، جونيور برده بيلعب في الطرف الشمال وبيلعب 10، رمضان بيلعب طرف شمال وطرف يمين، بس مش عدلته قوي. احسن انتاج ليهم هو الشكل اللي نهوا بيه، اللي هو رمضان في الشمال ووليد وجونيور. يعني وجونيور كابتن هاني العجيزي، شفت ازاي الشوط الاولاني اداء فريق الجونه؟ والله يا كابتن ايمن انا شايف ان الماتش قوي جدا، الشوط شايف ان هو سريع، اما الكره تقريبا ما وقفتش كتير، حتى الحكم ما اداش وقت ضيع كتير. نادي الجونه بصراحه برضو ظهر بشكل كويس، النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت مسيطر سيطره تامه على المباراه، باستثناء بس الاخطاء اللي حصلت في الديفنس في الشوط الاول في كام كوره. ده وارد ان انت ماتش ودي ان انت يحصل كده، طبيعي ان انت ممكن تسرح، ممكن مثلا تبقى مش مغطي كويس، الحاجات دي شفناها طبعا الشوط الاول في كام كوره. اتمنى الشوط الثاني طبعا اللعبه تركز اكتر، الحته الهجوميه بتاعتنا شغاله كويس، وليد ما شاء الله عليه تحس ان هو فورمه جاهز، رمضان برده لسه شويه، طبعا زي ما الكابتن يوسف قال ان هو لسه راجع من اصابه، وبدا برده ناحيه اليمين مش عدلته، فدي برده بتبقى مأثره عليه شويه. اعتقد ان الشوط الثاني لو مستر فايرر سابه هيفضل هياخد الشوط الثاني، اكيد هيبقى احسن من كده، واتوقع ان هو هيبقى يقدم شوط كويس. يعني نشكر نجومنا نجوم الاستوديو التحليلي، ونذهب معا مره اخرى لمتابعه الشوط الثاني مع المتميز عصام عبده. اهلا وسهلا.